السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم النحل أبي. أصدقائي الكرام متابعي القناة، أنتم تشاهدون في هذه الخلية، هي خلية على خمسة إطارات. مشكلة هذه الخلية هي في الأول تظهر سهلة، ولكن هذا المشكل هو مشكل جد عويص أو مشكل كبير جدا، وممكن حتى النحال تهلك خلاياه بسبب هذا التهاون. أنا أقدر أن أقول تهاون أو عدم الاعتناء بالنحل. فمثلا أنتم تشاهدون هذا الإطار، هذا من الجهة هذه، هذا إطار حضانة، حضانة ما شاء الله، لكن مشكل النحل أو مشكل أن أشعة الشمس أثرت على هذا الإطار وبدأ يذوب بسبب الأشعة الكبيرة للشمس. يعني حذاري الإخوة المبتدئين، خاصة المبتدئين في عالم تربية النحل، ممكن حتى يسقط. في هذه الحالة يجب فقط أن نغطي، قلت يجب تغطية الخلية جيدا من الشمس، وتحضير هذا الإطار وتركيب هذا الإطار لم يكن متقون، يعني العمل لم يكن متقون عندما كان النحال يقوم بتركيب هذه الإطارات. هذه الإطارات شوفوا الشقوق التي في الأعلى، يعني في أي لحظة يسقط الشمع أو يذوب الشمع، نوعية رديئة الشمع، وزيد على هذا عدم الإتقان من طرف النحال. الشخص الذي ركب هذا الإطار لم يتقنه، وبالتالي تظهر الشقوق والشمع يذوب من الجهة هذه، وممكن جدا يسقط في أي لحظة بسبب الشمس أو أشعة الشمس. لذا يجب على النحالون تغطية خلاياهم كما هو الحال هنا، يعني تغطية بالخشب، كرتون، أوراق القصب أو النخيل، المهم مادة تعزل أشعة الشمس. أنا مادام أن الخلية هذه اللي أمامي محتاجة البيض ويرقات، سأنفض هذا الإطار وأضعه في هذه الخلية. أنا محتاج، قلت، يرقات وبيض لخلية بدون ملكة، سأضعه في هذه الخلية لكي يبني النحل منه بيوت، وبعد ذلك بعد خروج الملكات يعني أنزعه مباشرة وأعيد تركيبه من دور جديد أو من جديد. إذا دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت هذه نصيحة عن تأثير أشعة الشمس على الشمع، وممكن حتى تهلك الخلايا بسبب الأشعة هذه القوية التي تضرب مباشرة فوق الخلايا، يعني دون استعمال أي حاجز أو عازل لهذه الأشعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.